للمزيد من المعلومات حول ما يجري بين موسكو والغرب اليوم ينضم إلي من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، لدي خبران أو موضوعان أريد أكثر تفاصيل عنهما. حسين، الوزير الخارجية الروسي الأول سياسي والثاني اقتصادي. الوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن الغرب لم يعد مهد الديمقراطية وغير موثوق به أن يكون شريكا، يعني بالتالي ما هي أبعاد وفق المراقبين لديك أبعاد هذا التصريح، وهل هنالك من شيء يحضر في السياسة الخارجية الروسية بشأن العلاقة مع الغرب اليوم؟ بالفعل رعد تصريح وزير الخارجية الروسية سيرجيف بأن الغرب والولايات المتحدة لم يعدوا شريكا موثوقا به للدولة الروسية. بالتأكيد هذا الأمر كان لابد من الإعلان عنه من قبل السلطات الروسية، ولا سيما من قبل رأس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف، حيث الخطوات التي اتخذها الغرب ضد روسيا وصفها الجانب الروسي على أنها خطوات عشوائية، حربا اقتصادية تم شنها على الاقتصاد الروسي. أيضا تصريحات بوتين يوم أمس وتصريحات وزير الخارجية لافروف إضافة إلى تصريحات الكريملين ونائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي تؤكد أن روسيا والغرب على شفا مواجهة عسكرية مباشرة. لا أحد يعلم توقيت هذه المواجهة، لكن الجميع يشير إلى أن هذه المواجهة اقتربت في الحدوث بين موسكو من جهة وبين الغرب من جهة أخرى، ولا سيما حلف الناتو، نظرا إلى أن روسيا الآن بدأت بالفم الملآن تتحدث عن أن الغرب زود أوكرانيا بأسلحة لإصابة العمق الروسي والأراضي الروسية، وهذا الأمر لن تقبل به القيادة الروسية. الإعلان الروسي يوم أمس بتخويل أو تسليم وزارة الدفاع الروسية مسؤولية حفظ الأمن الروسي وحفظ حدود البلاد، إضافة إلى تسخير جميع القدرات العسكرية الروسية لتحقيق أهداف العملية العسكرية وأيضا لحماية روسيا. جميع هذه التصريحات والقرارات تتحدث عن أن روسيا الآن بدأت تضع يدها على الطاولة، وبدأت أيضا تؤكد للغرب بأنها ستحقق أهدافها في أوكرانيا. بالنسبة لتصريحات لافروف بأن الغرب لم يعد شريك موثوق به، هذا تأكيد على أن روسيا تبحث عن شريك آخر وشريك جديد. والزيارات الأخيرة التي قام بها لافروف إلى جمهور دولة وسط أفريقيا، إضافة إلى الزيارات أيضا التي قام بها لافروف خلال العام الماضي إلى بعض الدول العربية وإلى الصين أيضا، تؤكد عن أن روسيا يعني بالحديث عن الصين. حسين، بالحديث عن الصين اليوم لو سمحت، في نفس الموضوع، هنالك من يرى من المراقبين المحللين هنا أو في أوروبا أن السياسة الروسية اليوم يعني تستغل إن صح التعبير الخلاف أو التصاعد التوتر السياسي بين الصين وبين واشنطن بموضوع تايوان وما إلى ذلك والمشاكل هناك وذهاب الناتو إلى اليابان. كيف يقرأ المراقب الروسي لديك هذا الشيء؟ هل أن روسيا تذهب اليوم إلى التصريح بأن الغرب غير موثوق به كشريك، بالتالي هي تعد لشراكة واضحة أقوى بينها وبين الصين؟ هل هنالك من تحضيرات حول هذا الموضوع؟ بالتأكيد رعد، القيادة الروسية تقوم بإعداد عدة إجراءات لتعميق العلاقات مع الصين، وأيضا لاعتبار الصين على أنها الشريك الرئيسي لروسيا في العالم. تصريح لافروف يوم أمس وحديثه عن أن أهداف روسيا ليست فقط في أوكرانيا إنما لقمع وأيضا لإزالة الهيمنة الأمريكية في العالم له أبعاد كثيرة. بعض الخبراء تحدثوا عن أن لافروف من خلال هذا التصريح أكد على أن موسكو والخطوات التي بدأت تقوم بها والإجراءات في اعتماد على العملات الرسمية أو العملات المحلية في التعامل مع بعض الدول هي تأكيد أيضا على أن روسيا، وتعبيرا عن تصريحها في أن العالم لم يعد ذات قطب واحد وأن العالم سيشهد تعددية في الأقطاب، هو ممارسة لما كانت تريده موسكو خلال الفترة الماضية. الآن روسيا بدأت تدخل العالم من عدة مجالات، المجال الثقافي إلى المجال
المجال الاقتصادي وأيضا التجاري، وعدة أمور روسيا بدأت تحسنها، وهنا إبراز أو توقيع وثيقة جديدة للسياسة الخارجية لموسكو. كان التأكيد من قبل بوتين على أن القيادة الروسية تعلم جيدا على أنه لا يمكنها أو على أنها لا يمكنها أن تدخل العالم فقط من خلال العسكر أو من خلال بيع الأسلحة. الآن روسيا بدأت تعلم جيدا على أنها ستدخل العالم أو ستزيد من تعددية الأقطاب في العالم من خلال الثقافة. ولكن هناك مشكلة اليوم، هناك مشكلة كما يرى بعض المراقبين، أن المشكلة تكمن في العقوبات التي تزداد يوما بعد يوم على موسكو. كيف تقرأ موسكو أو كيف قرأت موسكو، كيف قرأ المحللون الاقتصاديون لديك حسين التحريض على حزمة العقوبات العاشرة المراد دفعها باتجاه موسكو؟ على ما يبدو رعد حسب خبراء الاقتصاد هنا في الداخل الروسي بأن موسكو استطاعت أن تتكيف مع هذه العقوبات، والاقتصاد الروسي أيضا تكيف مع بعض العقوبات الغربية. بالرغم من تأثر الاقتصاد الروسي من العقوبات، إلا أن هذا التأثر كان قليل أو حجمه وتأثيره كان قليل على الاقتصاد وعلى الشركات والمؤسسات الروسية بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية. العقوبات الغربية لن تردع موسكو عن مواصلة ما تريد إحرازه في العالم وفي إبرام الشراكات والتعاون مع عدة دول تصفها موسكو على أنها دول حليفة، دول صديقة. بيع الطاقة إلى الدول التي تصفها موسكو على أنها دول شريكة بأسعار رخيصة جدا. هذه الخطوة ستنعكس سلبا على الدول الأوروبية، وخصوصا بعد ابتعاد الدول الأوروبية عن الطاقة الروسية. أيضا دخول القرار الروسي حيز التنفيذ ابتداء من 1 الشهر الحالي بمنع بيع المنتجات النفطية وأيضا النفط الروسي إلى الدول التي شاركت في وضع سقف للنفط الروسي. جميع هذه القرارات تؤكد على أن روسيا بالرغم من تأثرها من طيب العقوبات حسين حسين بعجالة يعني بعجالة يعني هل صدر لديك في موسكو في الأيام الفائتة القليلة مثلا، هل صدر أي شيء بخصوص يعني ما تأثير قطع الغرب يعني شراءه للمنتجات أو للغاز والنفط واليورانيوم الروسي؟ هل صدر شيء؟ أنت تقول أن روسيا اليوم تقلل من أهمية هذه العقوبات، فهل صدرت أرقام أم أن الموضوع هو كلام اقتصادي بالعام؟ بعقالة حسين. رعد، بالفعل القيادة الروسية تقلل من أهمية العقوبات الغربية وتعتبر على أن هذه العقوبات عادت بتأثيرها السلبي على الدول التي صدرتها، وأن الاقتصاد الروسي تكيف مع هذه العقوبات. بالنسبة للنفط وما حظره الغرب على روسيا في عدم بيع النفط والمنتجات النفطية للخارج، حسب تصريح الكرملين صباح اليوم هذا الأمر سيؤثر على سوق الطاقة العالمية. ولكن دعني أؤكد لك هنا حسب ونقلا عن بعض الخبراء بأن الدول الغربية والدول الأوروبية، بعض هذه الدول التي شاركت في قرارات وضع سقف للنفط الروسي وأيضا التي أعلنت عن عدم شرائها النفط من روسيا، لا زالت حتى هذه الساعة تشتري النفط من روسيا وتشتري أيضا المنتجات النفطية الروسية، لكن عبر دول ثالثة وعبر شركات مختلفة. أي الدول الأوروبية تتحايل على القرارات التي تعلنها عبر وسائل الإعلام والتي تتبناها، هكذا يؤكد بعض الخبراء هنا في يعني الداخل. يعني وفق الخبراء هي تخرج من الباب وتدخل من الشباك من ناحية أخرى أيضا، فيبقى الواقع أو الوضع على ما هو عليه. حسين مشيك، شكرا لك من موسكو لما أفضيت من تفاصيل حول مواضيع موسكو، روسيا، أوكرانيا، ما يجري بين لافروف وأيضا الغرب. شكرا جزيلا لك.